يجب أن تعلموا أن القانون الإفريقي ضد هذه الانقلابات وهذه التغييرات، قد تم سنه والمصادقة عليه في الجزائر في سنة 1999، لكنه لم يكفي، مع مرور الزمن أصبح غير كافياً للتصدي للتغييرات الغير دستورية أو ردع هذه التغييرات غير الدستورية. وبالتالي وكبند أول من الخطة الجزائرية بخصوص النيجر، تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بتقديم نصوص جديدة للقمة الإفريقية القادمة تخص مضاعفة الإجراءات ضد الانقلابات.